بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم المؤتمر مؤتمر قادة القوات الجوية، يمكن هذا واحد من الأحداث المهمة واللي تعكس أهمية دولة الإمارات، حيث أن تواجد اليوم حوالي 35 قائد من دول العالم و19 ممثلين للقادة بمجموع حوالي 54. هذا إذا يدل على أهمية المؤتمر في دولة الإمارات. طبعا كان المجال المناقشة اللي هو كان تقريبا استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في دور بناء القوة الجوية وارتباطها مع الأسلحة الأخرى، كانت مفيدة وذلك للمشاركة الفعالة من الدول الأخرى في مجال المناقشة وطرح الأفكار الجديدة التي تخدم المستقبل للقوات الجوية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.